هجمة سريعة ماركو رويس، ولكن تدخل من اليوفي في إيطاليا لم يتذوق طعم الخسارة أمام أشرف حكيمي، والكرة ترجع بخطأ رايس يلعب داخل منطقة الهدف، والهدف لبروسيا راسية عن طريق سانشو يسجل هدف الأسبقية، راسية رائعة اتغالت حارس مرمى الشالكة، البداية للأصفر والأسود هنا في ملعب فيلتنس أرينا، التقدم لبروسيا من خلال كرة ثابتة أرسلها رايس بالمقاس لراس، كرة تنطي خارج ملعب للتماس بروسيا، ومن افضل الخطوط الدفاعيه امامنا في لمس من اوزتشيب يلعب كوره، التغطيه تتم ترجع كوره، كوره تصوب ولكن بعيده من كاليتشوري، الخطا موجود والكوره ترجع مره اخرى ترجع لفريق الشالكا امام اللاين تراكت فرانكفورت، يوم الغد ماينس هانوفر ومونشنغلبيغ يستضيف شتوتغارت، فيما هناك السافره تشوري النمساوي من اصل ايطالي يلعب كره تنتهي سهله عن كرويس، يرجع كره باكو الكاثر، رائع جدا هذا الاسباني باكو الكاثر، هلا فاز معاهم بالدوري مرتين على التوالي 94 95، لارسن لارسن يمر يلعب كره عرضيه لارسن، كره تمر كره تمر وتختلف تماما، كره داخل منطقه محاوله خطيره والحارس بوركي، بوركي يتصدى لكرة خطيرة، هدف محقق يضيع، تصدي ممتاز من حارس مرمى دورتموند في ممتلك عن طريق لارسن، لارسن لارسن ينطلق تقطع كرة ترجع رايس، ماركو رايس فرصة الثاني والدفاع سالم، التمرير لرايس رايس رايس يسدد ماركو رايس، والكرة الفرنسي حمزة من حمزة منديل للشبكة في اليسار ينطلق الآن حمزة منديل، حمزة منديل انطلاق عن طريق أمين حارت، أمين حارت أمين حارت تمرير فرصة خطيرة ولكن جد الفرصة فريق دورتموند للعب بالراحة اللي خداها دورتموند، الخطورة ساني تابع ساني في خطأ في خطأ ترجمة منطقة دورتموند، التغطية والمتابعة من جانب الكرة عند شاب أليساندرو شاب في تسير في الطرق يوصل انطلاق حمزة ولكن تدخل من أكانجي، الكثير يمر الكثير يبرر رويس، ثالث كرة لرويس وتشابكا كرة باتجاه المرمى متابعة من الحارس، غلطة كبيرة كان الثاني أمامنا خلاص ظن أن الكرة تجاوزت الملعب، المحاولة مازالت خطيرة الكرة تنتهي خارج الملعب، سير البرازيل 2-0 في طوكيو، هذه كرة تتصوب من الحارس أمين حارس فيها بصراحة زاوية ثانية فيها ضربة جزاء لبعيد كل البعد عن التحكيم، أحكام عليها في ضربة ماذا أعلن؟ ضرب عليها ضربة جزاء واضحة واضحة لا واضحة واضحة علامة الجزاء كاليتشوري كاليتشوري والتعادل، هذا بالتعادل للشركة عكس اتجاه حارس رومان بوركي، والشركة عبد الكفا 1-1 في ديربي رور، يشتعل ديربي في ملعب فيلتر، يحاول ان يثبت للجميع ان عثرت بروسيا دورتموند، ولكن دورتموند بار ماركو رايس بعد تدخل وضع لامين حارث، انطلاقة اللعب بسيتشيك عرضية صانع عند فار، حاول انطلاقة مع حكيمي في حوار مغربي، حارث بزاف عليك يا معلم مرت لرافائيل، رافائيل انطلاقة سريعة فرصة لدورتموند والثاني والثاني بروسيا دورتموند يعود لمغازلة شباك الشركة، هذه المرة عن طريق سانشو، سانشو ولد ترينيداد، سانشو الإنجليزي يتمكن من التسجيل، يخترق دفاع الشركة ويضع كرة في مرمى الحارس فيرمان، انطلاق سانشو سانشو انطلق تمرر رويس فيها ثالث فرصة خطيرة والثالث والثالث والثالث، ما أروعك ما أروعك يا حكيم، ما أروعك لما تكون تتصف بالحكمة وتتصف بالمهارة وتتصف بالقوة، شيل وشيل طيح وتطيح حد وأسقط أرضا، ولكن اللمسة الأخيرة والفينيش، المغرب أبدعت والبرتغال فازت.